مس الخير عليكم مشاهدينا، صح فطوركم اليوم. طليت عليكم بالجبه الصيفيه هكا باش ما تزعفوش عليا، وتعرفوا بلي يعني قاعده نشوف لي كومونتير تاع احبابي وين ما كانوا، ونلبي لهم في طلباتهم ورغباتهم. تحيتنا لي نقفه دو لوكس اللي لبستني الجبه الصيفيه. وخلونا نبداو مع حلقتنا اليوم. نذكر مشاهدينا بالرقم الظاهر اسفل الشاشه 0561 32 32 13، 0561 32 32 82. وحنا اليوم بدينا معاكم وانا نستناو في اجاباتكم اللي راح تفرحنا وتفرحكم بالجوائز العديده اللي راهي هنا على جالكم. خلونا نشوفوا مع نور اذا في مكالمه. حوريه من عين والساره. الو الو، مساء الخير. مساء النور، صح فطورك. لاباس، واش راكي تيا؟ لاباس الحمد لله، واش راكي؟ هاكي منوره الشاشه. بنورك الله يخليكي، ميرسي بوكو. واش راهم ناس الجلفه والساره، واش راهم؟ لاباس لاباس عليهم، السؤال عليك. الحمد لله، كي تكونوا انتم بخير احنا اكيد راح نكونوا بخير. انا راني ماما تبشرى اللي ربحت معاكم. يا ماما تبشرى، يا عمري مرحبا بك، وان شاء الله تربحي معنا انت هذه المره ثاني. واش راكي بنتي ساهو؟ لاباس الحمد لله، واش راكي؟ هايله، واش راكي انتيا؟ والله اذا انتم بخير احنا بخير اكيد، ربي يحفظك ان شاء الله. ربي ينورك، صحة فطورك. الله يسلمك، وانت زادة وكل عام وانت بخير. راكي واجدة معنا باش نلعبوا. واجدة بصح سهلي لي السؤال. يلا ان شاء الله نور تسهل لك، وخلونا نشوفوا نور واش اختارت. ان شاء الله يا ربي. كمل المثل، خلونا نشوفوا مع كمل المثل وجينجل. يلا المثل واش راهو يقول؟ هو في الموت، هو في الموت. ايه ايه كمليه. هو في الموت ويخضر. اهي في الحوت. هذيك هي جابتها نور. عاوني نور، اكي جبتيها بلا ما نعاونك، برافو عليك. ألف مبروك لك يا أم بشرى، نورتينا وشرفتينا بالمكالمة نتاعك، وفوتي معنا في السحب الأسبوعي اللي راح يكون بالأربعاء المقبل إن شاء الله. كثروا اتصالاتكم مشاهدينا، خلونا نشوفوا إذا في مكالمة أخرى، إذا ما فيش نحكوا على سبونسرز اللي راهم معنا ونشوفوا مع نور في مكالمة. نور من بوسعادة. عليكم. وعليكم السلام. نور نقصي التلفزيون، نقصي التلفزيون وروحي نقصروا. واش راكي بنتي بلادي؟ لاباس الحمد لله، واش راكي انت عزيزتي؟ صافا والله غير بخير، راكي منوره الشاشه. بنورك، واش راه الناس بوسعاده؟ كيفاش راهي الكليمه بوسعاده؟ كاع يسلموا عليك. يا عمري سلا لهم الخير، ان شاء الله ان شاء الله في العيد نعيد معاكم في بوسعاده ان شاء الله. اهلا وسهلا حبيبتي، تنوري بلادك. الله يسلمك، الله يعزك ان شاء الله. يلا راكي واجده معنا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله وعلى بركه الله. وتفكر وشوفوا جينجل. ورجعنا لكم مشاهدينا ونشوفوا الفيديو هذا مع بعض. تحمانوس في القصر تاعي. مرحبا مرحبا، توحشناك يا الحبيب. شو ذيك الصدفة، شو ذيك الصدفة الشابة؟ واش راك؟ واش راه من الدار؟ صافا؟ كيفاش هي الحالة يا سيدي؟ قول لي. عاشور. آه. باتيت باش نقصر ونشرب لاتاي بالقلب اللوس، على بالك وعلاش جيت؟ يلا قولي لي عزيزتي، علاش جا دحمانيوس العاشور العاشر؟ والله يا اختي هذه الحلقه عندها بزاف شويه معاونه من عندك. راك تشوفي فيا اختي، جا على جال على جال دراهم، على جال دراهم، على جال دراهم. انا ما نوريش، انا مانيش عنصريه زعما نوري تاع بوسعاده، برك نوريهم كامل. الف مبروك لك يا عزيزتي، ان شاء الله تكون اسمك ضمن الاسماء الرابحه معنا في السحب الاسبوعي. خلونا نزيدوا نشوفوا الاجابه مع بعض. انا نهضر لك على دراهمي، لو كان ما ترجعليش دراهمي خلاص عليك ماليوس. خلاص عليهم ماليوس، وحنا حتخلص علينا ماليوس اليوم. انا حاسه بالسخانه، صح نور؟ كاين سخانه شويه اليوم بزاف، صح؟ جليل راه يقول لك بزاف، معليش سمحوا لي، سمحوا لنا
احنا خاطيين الله غالب ماشي بيدنا. يلا مشاهدينا ان شاء الله احنا نجو هكا باش نحلوا لكم سهرتكم، نتحداو كل الصعاب وما على بالناش بالكليمه سخانه صايمين ماشي صايمين، المهم انتم تفرحوا معنا وندخلوا البهجه من خلال قناه الحياه لدياركم. خلونا نذكر مشاهدينا بسبونسرز اللي معدنا، مجموعه متنوعه من كوزميتيك مهدات من طرف فيفا كوس، وايضا بيلا ميزون قدمت لكم سيرفيس فيه 26 قطعه، وصالون مجموعه هدايا اخرى متنوعه من عند الطاووس، وكاربن قدم لكم شامبر كوشي كامله وعصريه، عده هدايا راح نتعرفوا عليها مهدات من عند فاكير، وكذلك معنا اجهزه كهرومنزليه مهدات من طرف ماكستور. نوجه تحيه كبيره لوكاله الاسفار والسياح على العمره اللي قدموها لشخصين كامل التكاليف من وكاله الاسفار الزعاتشة، وايضا عندنا رحله مدتها 6 أيام كامل التكاليف لشخصين مع وكالة الأسفار كاتا ترافل أجنسي. وبلا ما ننسوا الآيفون 15 برو ماكس اللي الناس بزاف بعثت لي عليه، هذا هدية خاصة من قناة الحياة شخصيا ليكم أنتم متتبعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، أبعثوا سيلفي وأنتم تتفرجوا في برنامج إلعب مع ساهو مع الاسم واللقب إلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحياة. خلونا نشوفوا هبة من المدية. ألو الو راحت. يلا خلونا قبل كل شيء عندي سؤال ليوسف أبوشو، يوسف المخرج طبعا تحياتنا ليه، حبيت نعرف يونس محداد وين راح؟ وين نقدر نقولها؟ وين؟ يلا مش مشكل، خلونا الببليك يجاوبنا من بعدها. تحية كبيرة للجمهور على موقع التواصل الاجتماعي. أبون تحيتنا ليك يا يونس، تحيتنا ليك يا خويا العزيز، راك معنا وقاعد تتفرج فينا وهذا شرف كبير لنا خويا العزيز. يلا خلونا نشوفوا إذا في مكالمات أخرى، إذا ما فيش مكالمات نحكي على الكونكور اللي راني راح نديره لكم انا الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيا ولجمهوري الخاص اللي يتبع فيا وكان دائما وفي ليا، الجمهور السهلاوي طبعا. وجه لهم تحيه خاصه من هذا المنبر، نقول لهم باللي عن قريب ان شاء الله وات ان شاء الله عن قريب راح يلا خلونا نكملوا نحكوا عن طريق السوشيال ميديا كما كنت نحكيكم انه راح نعمل لكم كونكور ونربحكم ان شاء الله ايفون 15 برو ماكس في الايام العيد. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه كي مقران شعلنا الضوء ليكرون. ميرسي بوكو ربي يخليك، نورت علينا الله ينورها عليك ان شاء الله. نورمال نورمال، هذا لايف مشاهدينا يصراو كل شيء نورمال، قادر بلافو بعيد الشر يطيح عادي، وحنا نكمل معاكم مشاهدينا ونبقاو نستقبلوا مكالماتكم الى الممات. خلونا نشوفوا مع نور اذا في مكالمه اخرى. يلا يا نور خيره من سعيده. الو الو، صح فطورك سهيله. الله يسلمك، صح فطورك. الله يسلمك وانت كيفك؟ واش راكي صافا لاباس؟ صافا الحمد لله، انت كعايه؟ والله اذا انت بخير احنا اكيد راح نكونوا بخير. قولي لي وش فطرتي اليوم؟ ها؟ وش فطرتي اليوم؟ قراجيلي. وش فطرت؟ جلبانة. وشنو؟ جلبان. جمباله هكا جمباله. جلبان. الله يبارك في صحتك، نبغيها. نبغيها نموت عليها. ديريها صوص بيضة ولا حمراء؟ نديروها صوص بيضة وحمراء في زوج. الله 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 الله، تحيتنا لك يا عزيزتي، ربي يقدرك على هذا الشهر ان شاء الله ويتقبل منا ومنك اكيد. يلا قولي لي راكي واجدة؟ اني واجدة بصح عاونيني. كيفاش؟ قلت لك اني واجدة وعاونيني. واجدة وعيانة؟ عاونيني. نعاونك، راني هنا نعاونك. عينيا نعطيهم لك الا بغيتي. يلا خلونا نشوفوا مع نور واش راح تختار. الغاز، وخلونا نشوفوا مع اللغز الاول واش راح يقول. قدو قد الفلوس يتذبح من زوج روس. قالك قدو قد الفلوس ويتذبح من زوج روس. امي جنتي عاونيني. هو فاكهه، والفاكهه هذه كتوشيها لازم تكوني لابسه ليغون باسكو كتوشيها تشكك هكا شغل دير لك تيك 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 هكا، وش يسموها؟ فيها شوك. اه؟ فيها شوك؟ لا لا ماشي شوك، هي فاكهه ناكلوها. ايه فيها الشوك، فيها الشوك صح.
التين. اه التين، الله الله، اللغة العربية يا. ألف مبروك ليكي عزيزتي، شفنا الإجابة مع بعض. نقول لك كيف فوتي معنا في السحب الأسبوع إن شاء الله السمانة الجاية، يكون اسمك ضمن الأسامي اللي راح تفوز معنا. ممكن كاربن بلا ميزون فيفا كوست وغيرها من الجوائز، ماكس تور طاووس، رحلة مع وكالة الأسفار زعاتشا، أو رحلة أخرى مع كاتا ترافل أجنسي إلى تونس، وتربحي معنا فاكير وغيرهم من الجوائز. أما بالنسبة للآيفون اللي كنا نحكوا عليه 15 برو ماكس، تبعتوا صورة تاخذوا سيلفي معايا هكا وتبعتوها على الموقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الحياة، وكي ترسلوها إن شاء الله تربحوا، تكتبوا معها اسمكم واللقب والرقم الخاص فيكم اللي دايما مفتوح إن شاء الله هكا، باش نقدروا نتواصلوا معكم وتسهلوا لنا مهمة اختياركم ضمن الفائزين في قناة الحياة أو جائزة قناة الحياة اللي هي آيفون 15. يلا خلونا نشوفوا إذا في مكالمة أخرى. حياة من شلف، ويلي اش كاين؟ الو الو، لاباس؟ صحاب طوركم؟ الله يسلمك، صحاب طورك سافا لاباس؟ الحمد لله. يلا قولي لي اختي، انت عيطينا من قبل؟ ايه شفيت لها، شفتوا والله غير شفيت لها. لا لا عيطينا، فوتي معانا لا؟ ها؟ عيطينا، فاتت المكالمة تاعك صح ولا لا؟ لا لا بس كاين حياة من شلف من قبل فاتت معانا والله أعلم. يلا عزيزتي راكي واجدة باش تجاوبي؟ ايه راني واجدة إن شاء الله. نشوفوا مع نور واش تختار لك. يلا مع كمل المثل ونشوفوا هذا المثل، المثل الثاني صح نور؟ قال لك ياكل في المسوس، وش يدير ثاني؟ ياكل في المسوس ياكل في المسوس، ياكل في المسوس، ياكل في المسوس وتتتتتتا. ما عرفتوش. ويجبد، ها هاني زدت عطيت لك كلمة، ويجبد وش يجبد؟ سوري. ممنوع نوري؟ أنا وريت لها كلمة واحدة برك. نعتذر عزيزتي، هذه أول مكالمة ما جابتش الإجابة، أنا آسفة جدا يا أختاه. ركزوا معنا، شربوا شريبتكم مليح، شربوا قهوتكم، قابلوا لاتيلي وفكروا شوية برك تلقوا الإجابة سهلة، يعني نور والله سهلت لكم الإجابات. يلا خلونا نستقبل إيمان من مسيلة. مرحبا إيمان. ألو ألو، أهلا سهيلة. أهلا وش راكي؟ لاباس صحفتورك. الله يسلمك، صحفتورك الله يسلمك، وش راك مسيلة؟ والله إذا أنتم بخير أنا بخير. وش كيفاش راهو الجو في مسيلة؟ احكي لي. والله ما سمعتك، نقص التلفزيون؟ أنتم كيفاش لاباس؟ والله والله الحمد لله احنا بخير الحمد لله، أنا فرحانين بمكالماتكم. الله يفرحك. زيدي برك فرحيني شوية وجاوبي صح. إن شاء الله عاونيني. إن شاء الله. يلا خلونا نشوفوا مع نور، نعاودوا نفس المثل. يلا المثل يقول ياكل في المسوس، ياكل في ياكل في المسوس، وش يدير ثاني؟ عندها لي بيبي. ايوه برافو 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 برافو، قالتها برافو. ألف مبروك لك يا عزيزتي، ياكل في المسوس، في المسوس ويجبد في المسوس. ديجا في التيك توك للناس اللي ماهيش قاعدة تجاوب صح، فوتوا برك على التيك توك على الصفحة الثانية الخاصة باللايفات لبرنامج العب مع ساهو، راح تشوفوا معظم الناس يحطوكم الإجابة وهكا راح تربحوا معنا في برنامجنا وبرنامجكم اللي بكم راهو مكمل معكم إن شاء الله لسنين القدام. خلونا نزيدوا نشوفوا إذا في مكالمة، إذا ما فيش مكالمة نعاود نحكيكم على الكونكور اللي راح نديره لكم أنا الخاص بجمهوري الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. يلا نحكوا على نحكوا مع أمينة من جيجل عفوا. ألو جيجل. ألو مساء الخير. مساء النور، صحة فطورك. الله يسلمك انتي زهدة. أمينة نقصي التلفزيون تعيشي؟ صحيح يعني نقص. صحيتي ربي يخليك أمينة.
واني معك. قولي لي انتم اللي تديروا الجاري صح ولا لا؟ صح واحنا اللي نديره. كيفاش تديروه؟ تعيشي عيط نعرف كيفاش طيبوه. واش من جاري احنا كاين بزاف. كيفاش نديروا مثلا الفريك؟ اهي نديروا الجاري بالخضره. واه تخلطوا له. هو واش الميزه اللي فيه هذا الجاري؟ كي تخلطوا اللحم مع الدجاج هكا صح؟ اللحم مع نو ماشي اللحم مع الدجاج. نديروا اللحم مع الخضره عادي ولا الدجاج مع الخضره نورمال؟ ما لا عندي معلومه خطا، انا حسبت لي الجاري خلطوا له الدجاج مع اللحم. قلت لكم بلي عندي معلومه خطا. يلا مش مشكل. عندك الانستغرام تاعي؟ عندك؟ لا لا ما عندي. لازم تبعثي لي في الانستغرام تاعي اليوم لا غوسيت، قولي لي انا امينه من جيجل وهي لا غوسيت تاع الجاري، صحات وعديني. هيا داكور ان شاء الله. ان شاء الله. يلا عزيزتي خلونا معاك في الحياه وجينجل. يلا خلونا نروح نشوفوا هذا الفيديو. أهلا بك. اسم إذا ذكرت الجزائر ذكر معها واحد ممن يمثلونها أحسن تمثيل. شكرا على هذه الفرصة. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا. ثم كذلك بارك الله فيكم على هذه الاستضافة. قولي لي يا عزيزتي من كان ضيف العدد من برنامج النقطة صفر؟ من كان ضيف العدد من برنامج النقطة صفر؟ هذا إيمان معروف. يا أمينة، 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 عرفتوه انتوما؟ ما تتفرجوا ولا والو؟ أمينة وين راحت؟ أمينة، أمينة، أي جات؟ وين كنتي؟ عاوديني شوية ما. هذا إمام معروف. عاونيني عاونيني شوية. الاسم تاعو فيه شاك. كيفاش راح نفهمك؟ نقصي نقصي التلفزيون. شوفي فمي شوفي. واه المخرج بديت نزعف منه المخرج. مالا انتيا نور؟ راهي نور اللي تقولي ما تعاونيهمش. هذه بيحت لكم قالت لي ما تعاونيهمش، البارح عاونتيهم كامل ودوكا نطاقيها لكم، نطاقيها لكم في ستوري وصدموا ليها. علاش تخرجش عليا؟ يلا خلونا نروحوا نزوروا السبونسرز اللي راهم عندنا اليوم. نور ها راني راح ندير لك غوستوك. بصح شوفي تضرب رجلي ولا توجعني نجيك انتيا تهزيني. يلا دوك رانا عند فيفاكوس، نوجه لهم تحيه خاصه على الهديه الرائعه اللي قدموها لكم، وهو باك كامل من مواد التجميل والكوسمتيك. من الكوسمتيك لك يا عزيزتي، قرب العيد ونحتاج شويه عنايه هكا خاصه فينا هكا باش نهار العيد نطلوا باحلى حله ان شاء الله. خلونا نزيدوا نشوفوا هذا البيرو اللي ربحوه معنا ديجا، ان شاء الله يزيدوا يربحوه معنا من عند الطاووس. نوجه لهم تحيه كبيره وخاصه مني ليهم على اهتمامهم ببرنامجي، ودائما يحبوا يفرحوني ويفرحوا الجمهور تاعي. وايضا لما نحكوا على الطابله هذه تاني راهي تاعهم، واللي عليها حطيتهم فوق بعض، واللي عليها هذا من عند بيلا ميزون سيرفيس، بزاف فخم بزاف رائع. ان شاء الله تربحوه تدوه قبل العيد هكا باش تستضيفوا العيد كما نقولوا معين جدد هكا بسيرفيس جديد فيه 26 قطعه. طبعا نروح نضرب قاعده شويه هكا عند الطاووس اللي راح ايضا قدمت لكم سانو نورمال نورمال بالليلي. كش من هاش تويصف بالليل يطلع طلعه نورمال لازم يجري هكا كان. او هذا الصالون كما قلت لكم مشاهدينا انها راح تكون من عند الطاووس. لكي سيدتي او عزيزي اللي حاب يعاود العفش تاع دارو اتصلوا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. ان شاء الله نكون جبت كامل ورقاتي، نحب نجيب كامل الورقيه تاعي مش حابه نشقى. يلا 0561 32 32 13 0561 32 32 82.
بيناتنا يوسف راني سمعتك نسقسيك برك دوكا ما تعيا واش كيكون نهضر فيه النيميرو والله غير لساني يتعقد ديروا لنا رقم سهل شريكي يلا تحيه والله كتحطوا لهم 20 رقم راهم دائما يغلطوا ويعيطوا للناس ويش قالوا لي سهيلة انت بسبتك راهم يعيطوا لنا الغاشي يلا مش مشكل جمهوري عنده الحق يعيط وين ما حب ووقت اللي حب وانا نستقبلهم في كل مره في برنامج العب مع ساهو على قناه الحياه هكا باش نفرحكم. ام تسنيم من البليده الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صح فطورك. الله يسلمك شاكي ساهو. لاباس الحمد لله. واش راكي اختي؟ الحمد لله يا ربي. اليوم عندك اطلاله شابه الله يبارك. ما سمعتكش عفوا. قلت لك اليوم في اطلاله الله يبارك. الله يبارك فيك يا عزيزتي الله يسلمك ان شاء الله. قولي لي كاش قاطو قاطو راكم تديروا فيه كاش مقروط؟ جيت نقول لك كاش مقروط وتخلطت لي قاطو مقروط. مازال حتى السمانه الاخرى ان شاء الله. ان شاء الله ديري المقروط. نديروه نديروه. الله حسيت حبيت حشمت كي قالت لي ندير المقروط. نموت عليه. يلا بصحتكم عزيزتي كولي حقي وحق لافامي كامل. عيش المك عيشه. الله يخليك عزيزتي. راكي واجده؟ هاي واجده بصح ان شاء الله يكون سهل برك. ان شاء الله نشوفوا مع نور واش اختارت لك. يلا خلونا نشوفوا مع الالغاز واش كاين فيها. اللغز الثاني واش راه يقول؟ تمشي بلا رجلين وبتبكي بلا عينين. الغيمه. اه الغيمه. هذه اشطر وحده شفتها في البرنامج. ما خمت ما صبرت ما استنت. الو الاجابه هي الغيمه. سهيله ما تعينيش. طب باي الف مبروك ليك يا عزيزتي فتي معنا في السحب الاسبوعي وبصحتك المقروط. وان شاء الله ماما راهي تشوف فيا هكا ودير لنا مقروط. ماما تعيشي ديري لنا مقروط تعيشي. عيطوا لي على الرقم الظاهر اسفل الشاشه وخلوني نزيد نشوف اذا في مكالمات اخرى. يو ظفران منيش نسمع ظفران ظفران غفران. الو مساء الخير. مساء النور غفران واش راكي؟ لاباس شاكي كيف مليحه؟ والله لاباس الحمد لله. وانتي صحتك الاهل لافامي؟ والله لاباس الحمد لله يا ربي. كاش قاطو كاش عيد؟ مازال شويه. مازال شويه. مازال ولا شاكي شاكي ناويه ديري قاطو في العيد هكا بالك بالك هكا ندو من عندك فكره. مازال ما منش متعلمك باش. مازال ما خممتيش؟ مازال. يلا ان شاء الله ان شاء الله فيها خير. اصلا انت هي القاطو تاع العائله ان شاء الله. ان شاء الله. يلا عزيزتي خلونا نروحوا مع كافي الحياه ونشوفوا السؤال اللي راح ينعطوه لك. خلونا نشوفوا الفيديو مع بعض. هذا البرنامج اللي يحكي على عادات وتقاليد مختلف ولايات الوطن. اليوم رانا متواجدين في ولايه باش نعرفوكم بعاداتهم وتقاليدهم. هذه هي نور. هذه هي نور اللي كنت نهضر لكم عليها من قبل. يلا خلونا نجاوبوا بعد نتفاهموا انا وياك. قولي لي هذه الولايه اللي كانت فيها الاعلاميه زميلتي نور واش من ولايه؟ الولايه بزاف. هذه جبه تاع واش هذه؟ لاني لابستها. الجبه تاع اي ولايه هذه لاني لابستها؟ كلمة وش عندها موراها؟ وش عندها؟ تمثال. اه تمثال. ويا خالي يا خالي هم يشطحوا هكا كيفاش يديروا؟ وها مشي وها بلاصة عالية معروفة باللي عالية. لا لا ماشي نايلة قريب للنوايل. كي دير طيط يخرج لي منها. دارت بين الولايات الجزائر كاع الا الولايه اللي انا نهضر عليها ما قالتهاش. سمحي لي عزيزتي سمحي لي. ان شاء الله تعاودي تتصلي بينا على الارقام اللي راح يحطها لنا دوكا يوسف تظهر اسفل الشاشه. حطوها حطوها. Where is the numbers؟ اوكي ان شاء الله وتعاودي. لا يا نغلط نهضر وبلا ما ننسوا انه هذيك هي نور
اللي مقبله قالت لي ما توري لهمش ورينا لهم بزاف، قول لي كادو راح اجيبهم من جيبها. يلا لا نور والله نحبك اي لاف يو. يلا مشاهدينا نستقبل ريحام. سكيك دا ناس سكيك دا، مرحبا بك يا ريحام. الو 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 السلام عليكم. السلام. اش راكي صح فطورك؟ لاباس صح فطورك مانيش. الله يسلمك. شرا من السكيك دا؟ لاباس بيا الحمد لله. تحبوني ولا لا؟ لا نحبوك يا عمري. تحياتنا لكم، الله يحفظك ان شاء الله، ربي يعزك ان شاء الله. قولي لي راكي واجده؟ ان شاء الله ان شاء الله. خلونا نشوفوا مع نور واش اختارت لك اليوم يا درا. يلا نرجعوا لنفس السؤال، خلونا نشوفوا هذا الفيديو. هذا البرنامج اللي يحكي على عادات وتقاليد مختلف ولايات الوطن. اليوم رانا متواجدين في ولاية باش نعرفوكم بعاداتهم وتقاليدهم. مشاهدينا حكموني جرونديلي. يلا مشاهدينا عادي كنت نتمسخر على نور برك. يلا قولي لي يا ريحاب. نعم. الله ينعم عليك. قولي لي المنطقة هذه وش اسمها؟ أنا لابسة جبة تاعهم. ها؟ سطيف. سطيف، برافو. يلا نشوفوا الإجابة مع بعض ونولوا ليكم. هذا البرنامج اللي يحكي على عادات وتقاليد مختلف ولايات الوطن. اليوم رانا متواجدين في ولاية سطيف باش نعرفوكم بعاداتهم وتقاليدهم. بيان سور نور قالت لكم سطيف، سمحوا لي مشاهدينا وكنت نتمسخر عليها بصح حكمتوني علنا ومع بعض. يلا خلونا نحكوا على ماكس ستور اللي مقدم لكم اللي راه مقدم لكم باك كامل كهديه لك عزيزتي المتصله او عزيزي المتصل المشترك عبر برنامج العب مع ساهو. راح يقدم لك هذا هديه من هذا الهدايا او ممكن باك كامل على حسب زهركم انتم وزهركم. السمانه الجايه كتفوا اتصالاتكم ومشاركاتكم في برنامجنا، خلوكم اوفياء لقناه الحياه. وروحوا نشوفوا مع بعض كاربن، نمشي بالعقل هكا هكا. يلا دوكا نشوفوا اذا في مكالمه اخرى. قصي من مسيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ولد بلادي، واش راك؟ سهيلة صافا صح فطورك؟ الله يسلمك خويا العزيز صح فطورك؟ الله يسلمك. على بالك عندي ربع سنين وانا نعيط لك. يا ربي يحفظك والحمد لله اليوم تواصلت معنا. عندي نهار كنت في الشروق ومن بعد في بي تي في ومن بعد الوطنية ودوكا في الحياة. معليش عزيزي مرحبا بك، لكن نعتذر ما تذكرش القنوات الثانيين، ماذا قانون ممنوع. يلا مش مشكل عزيزي. لا مش مشكل. داركم. شوفي سهيلة مسك حفصة، أنا ذكرني برا يا أخي. ما عنديش تاتيلي ما والو، أعطيني كشغل جيت أنا نعيط لك وجيت نشكرك وجيت كشغل ماشي زعما كشغل همي اليوم أني نربح ولا كاش حفصة، المهم أنا عيطت لك وهذه هي. يا عمري ربي يخليك خويا العزيز، ربي يحفظك ربي يحفظك ربي. والله شرف ليا هذه الهضره نسمعها من ولاد بلادي، وقت تعرف نحن شغل صعب باش نقدروا نعبروا على معزتنا لشخص، ما على باليش كيفاش. على بالي على بالي. انت يا انا من 2019 وانا تبع فيك ماكري انا صغيره. يا عمري من ما تبعتكش من وقت ستار اكاديمي بصح كشغل من اللي خرجتي تاع جرح كبير، وانا كنت نكونتاكتيك ومنا كنت ديري في الستوري نتاعك وايك تعرفيني نورمالمون. نعرفك؟ نورمالمون تعرفيني. واش كاتب في الانستغرام؟ اسمي ولقبي صايقة قصي. قصي قصي ممكن ممكن يكون حطيت بالك لي ستوري تاعك، على بالك يفوتوا عليا ناس بزاف. انا على كل حال الناس اللي تتابعني وتحبني كامل كامل نحاول نجاوب عليها قد ما نقدر، وشهادتك نعتز بها بصح راني حابتك تشارك معنا. نعطيك معليش جايك ثاني قلت لك انا ولا غراني برا وما عنديش لاتيلي ولا والو. لا معليش نعطيك لغز، نعطوه لغز نور. والو مع الالغاز. اي معليش انا هنا نتعاونوا، خسر عليك خويا تعزني هذا السنين كامل وما نعاونكش. يا خلينا اي الله يحفظك. يلا اللغز وش يقول؟ نعطوه مثل، نعطوه مثل. يلا شوف نور هاي تهلط فيك ها، نور هاي وبنت بلادك ثاني ها. يلا خلونا مع المثل، راك معايا قصي؟ أنا معك سهيلة. يلا وش من مثل؟ المثل يقول يدور عليك زمان
يا ناكر الخير، يا ناكر خيري، وتعرف يدور لك وتعرف خيري إيه؟ من لا لا خيري من غيري. لا 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 راك قريب. وتعرف قد خيري، تعرف قدري، قدري تعرف قدري، تعرف قدري كنت عشر غيري، تعرف قدري كنت عشر غيري، كنت عشر غيري. قصي انا وريت لك يا قصي. ايوه يا ربي انا وريت لك يا اخي، ما وريت لكش. خلاص يا جماعه دوكا قدام الناس تكذبوني. الف مبروك ليك اخويا العزيز، ان شاء الله اسمك ادخل معنا في السحب الاسبوع يوم الاربعاء، ان شاء الله يكون اسمك ضمن الفائزين من برنامج العب مع ساهو. وبلا ما ننسى انه فاكر ايضا قدم لكم هدايا عديده. ونستقبل ام انس من البليده. الو 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 الو، يا مساء الخير. مساء النور، صح فطورك. الله يسلمك، صح فطورك. الله يسلمك. قولي لي وش درتوا اليوم فطور؟ جبنا مسوه. الله الله بصحتكم، شاطره بنتي هذه، لازم نصفقوا لها هذه، شاطره. غدوه عاودي لنا في خاطري. ربي يعزك ان شاء الله. كاش سخانه ولا غير عندنا احنا هنا في الجي؟ اه غير هي سخانه معليه. يا ربي يعين ان شاء الله. إن شاء الله. يلا نشوفوا مع نور شاهي مختارت لك أسئلة اليوم. يلا خلونا نرجع لك في الحياة ونشوفوا هذا الفيديو. أهلا بك. اسم إذا ذكرت الجزائر ذكر معها واحد ممن يمثلونها أحسن تمثيل، شكرا على هذه الفرصة. الله يبارك فيكم. أهلا وسهلا ثم كذلك وين. بارك الله فيكم على هذه الاستضافة. يلا ما عرفتوش هذا من عفوا السؤال تقريبا ما هوش عندي. يلا نور وش هو السؤال؟ اوكي عاودناه، سوري. يلا من كان ضيف العدد من برنامج نقطة صفر؟ شكون الضيف؟ ما عرفتوش. خمي مليح، شوفي دوري عليه في اليوتيوب، تفرجوا قناة الحياة. اسمه سهل بزاف، إمام معروف. لا 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 ما مع الأسف عزيزتي، للأسف خلاص الوقت. حاولوا تتابعوا الشبكة البرامجية الخاصة بقناة الحياة هكا باش تسهلوا عليا وعليكم وتربحوا معنا الجوائز اللي راهي مقدمة لكم من خلال برنامجكم العب مع ساهو. قناة الحياة قدمت لكم شبكة برامجية جد مسلية، يعني مش راح تندموا كي تتابعوها، وهكا توفروا علينا وعليكم. لا 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 الإجابة ماشي ماشي هكا. عمي شكون هذا؟ لا الإجابة ماشي هكا. عبدو المسيلة، شكون عبدو المسيلة؟ يلا جمهوري على تيك توك نقول لكم شكرا بزاف على متابعتكم لحسابي الجديد على الانستغرام، راحت لي الهضره. يلا ام شكون؟ ام اسامه. الو الو. وي وي صح فطور. ام اسامه من صغانيم. ام اسامه من صغانيم، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يسلمك. واش راكي؟ الحمد لله. واش راكي؟ صحة فطورك. الله يسلمك، علاش نبغيكم هكا ناس الغرب؟ احنا ثاني نبغوك اختي. والله والله غير نموت عليكم. صحة قولي لي، حبيت تطلعي لي المورال شوية، واش هي أكثر حاجة تعجبك فيا؟ يعجبني كلش فيك. وشنا؟ يعجبني كله. يو اي لاف يو، والله غير نحبك بابا، انا نموت عليكم. احشمت يا جماعه سمحوا لي، والله احشمت، طلعت لي سخان. لا ما تحبني. ربي يعزك ان شاء الله، ربي يحفظك. راكي واجده؟ ايه راني واجده. يلا خلونا نشوفوا مع نور واش اختارت لك. يلا نقصي نقصي التلفزيون، نروح نشوفوا فيديو ونعاودوا نقولوا لكم. عندي الحق كي نسقفي. مشيت لها بال روحك.
كنت تكيل في الحيط. وعلاش وعلاش كنت تكيل في الحيط؟ ديك علاش قلت لك اليوم ما نخرجش، نحب نعرف واش كاين، وفهمني وفهم روحك. يلا قولي لي يا عزيزتي واش دار عثمان لبهية. نقصي نقصي التلفزيون تعيشي. عندي ميت شوية خطيط شوية تعدي لي. كتشوفي فيا قسم الدار، قسم الدار بين زوج عليها. واش دار لها؟ ساعديني ساعديني اختي ساعديني. شوفي ساعديني انت الاول، نقصي برك التلفزيون. نقصي نقصي له الاخر كامل. صحيتي ربي يعزك. شوفي راهي سهله بزاف. لا 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 واش دار لها؟ ماشي واش قال لها. كش 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 ساعديني ساعديني راني مصباح نساعد. يضربها اه شاطر معاها يضربها. واش دار لها؟ بندرها قالت ضربها قالت بندرها. واش قالت نور؟ يضربها يضربها ضربها شاطر معاها شاطر معاها ضربها قالتهم كاع بصح ما قدرتش نفهمها. نقولها الف مبروك الف مبروك. هنا لي ميساج كتفصها ضربها سقلها. خلونا نشوفوا الإجابة مع بعض. هذا باين بلي كان مقنوط. طالع قلت له تاع الكلاب يا سمعت العيطة تاعو يا حبيب. يلا مشاهدينا خلونا نحكم شوية سيريو. هو طبعا هو مدرسة يعني في التمثيل، المفروض راهو عنده كيما نقولوا فرع خاص اللي يتعلموا التمثيل عليه، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فيها خير فيها خير. وتحية الجزائر. خلونا نشوفوا دوكا اذا في طبعا عينور تقولي قولي لهم على الهدايا باش يتحبسوا ويتصلوا بينا. يلا مشاهدينا قلنا مجموعه متنوعه من كوزميتيك مهدات من عند فيفا كوس، وايضا عندنا سيرفيس في 26 قطعه من عند بيلا ميزون، وعدد هدايا وعده عفوا من الهدايا اخرى مقدمه من عند فاكير. وكاربن عطى لكم شامبور كوشي بزاف عصريه بزاف توالم العصر اللي رانا احنا فيه ومريحه بزاف، يعني كي تدخل تعطيها برغده ما تنوضش حتى 3 ايام وراحت خدمتك. والسلام عليكم، عاودوا اتصلوا بكاربن وضربوا معاهم شوفوا معاهم حل. عندنا ماكستور قدمت لكم اجهزه كهرومنزليه هكا باش تقدري تعفشي دارك عزيزتي، ولا المتصل تاعنا ثاني يعمر داره يفرح مرته واخته او حتى بنته ولا ماماه. فكتبوا اتصالاتكم على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. واللي ما حكمناش اليوم يحكمنا الغدوه، مازال رمضان طويل ان شاء الله وفيه بركه ان شاء الله. وكذلك راح تكون عندنا رحله الى تونس مدتها 6 ايام مهدات من طرف وكاله الاسفار كاتا ترافل اجنسي. خلونا نشوفوا اذا في مكالمه. طبعا اي نكملهم على لا هو مش راح يكون سؤال باش نفهمكم في الكونسبت اللي راح نعمله معاكم. طبعا راح نعمل كونكور، شفتوا نور والله يتخمم عليكم، راح نعمل كونكور سبيسيال للجمهور على الانستغرام والتيك توك. شفتهم بزاف يدوموندي في ايفون، وهذا الشيء اللي حبيت نديره لهم انا، قدم لهم ايفون ان شاء الله بالعيد مني ليهم. لكن نور انت ما تشاركيش عندك، نلقى اسمك اللي اسمها نور قاعد تبدل اسمها. نور بالذات ما نمدلهاش، هاي مش توري لكم نور. لا تشاركي انت، نجيبوا لك بلا ما تشاركي ربي يعزك ان شاء الله. الكونسيبت واش راهو يقول؟ طبعا راهو يقول باللي اكيد بعد تعملوا فولو لبعضكم ولا لاباج اللي راح تقدم لكم الهديه يعني اللي دايرين معها الكونكور، وتعملوا لها فولو ولايك وتاغيو يور فريندز ذاتس اول. وبعد حنايا ملي كومونتيو بزاف ناخذوا اساميهم ونعملوا قرعه ونسحبوا الاسم، ويكون ان شاء الله الايفون من نصيبكم. يعني ما فيهش سؤال ولا حاجه صعيبه هكا مليحه. عجبكم الحال؟ تليق عليك نور الدين. يوسف قالها الحال، قالها دخلي باسم نور الدين. لا لا اختي نور شابه باركونا. يلا الخميس مليانه عبدو نسمع فيك منا ماشي منا منا راك تعيط. يلا خلونا ايه عجبهم الحال ربي يحفظكم ان شاء الله. يلا خلونا نروحوا الخميس مليانه وافيه. يلا يا وافيه. الو الو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحه عروي. السلام عليكم.
الو نقصي التلفزيون سمعني من التليفون. صح طورك يسلمك تيفان. صح طورك الله يسلمك يسلمك عزيزتي. راكي معانا؟ راني معاك. راكي واجده باش تجاوبي؟ راني واجده. يلا نشوفوا واش من سؤال راح تختاره لك نور. خلونا نشوفوا الفيديو. اهلا بك. اسم اذا ذكرت الجزائر ذكر معها واحد ممن يمثلونها احسن تمثيل. شكرا على هذه الفرصه. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا. ثم كذلك بارك الله فيكم على هذه الاستضافه. وفاء يا وفاء. وافية. الو. حبيبتي. نعم. قال لك من كان ضيف العدد من برنامج النقطة صفر؟ من كان؟ فراشة هي جابت السؤال. ما وش اسمه؟ وش اسمه؟ الضيف هذا وش اسمه؟ سوري ما خليتوهاش من بعد تحاول. نور. نور راكي شريرة اليوم. ما جاوبتش الطفلة. مازال مام با ما حاولتش. بالك كاع ما كنتش تسمع فيا. يلا عزيزتي مش مشكل عاودي رجعي تواصلي معنا. ما سمعتكش. مازالكي معنا؟ راني معاك. وافية توحشتك. حسبت لي رحتي. كنت راح نبدا نبكي. قولي لي وافية. أنا. وش اسمه؟ يا وش اسمه؟ يا يا ياسر. لا 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 زيدي لها سين. يا نون. يا يا حبيب نور جاتها على 16. يا ويلي على نور اليوم. أنا خرج نحكم. لا لا كتر خيرك. لا والله يعطيك صحة نور. قسم بالله راني نزعق برك. صح نور هي المصباح. بيس 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 بيس. خلاص نور ما وجعوكش يديك. والله غتجاوب الإجابة تاع تيك توك. على بالكم كان تصدموا هنا ما تخلوناش نتنفسوا نقولوا سؤال تعطونا بعشر إجابات. يعطيكم الصحة مشاهدينا. دوك نشوفوا إذا في وقت. وشنو وشنو. وحدك وحدك يوسف. يوسف الله يرضى عليك. انا قلبي في غنيه يا اختي نهواك ديرها. الله يخلي جماعه نموت على هاد الاغنيه. كي نسمعها نحس بالسعاده. تقدم بلاد. ايوا هذه ايوا ايوا. عباك هذه هرمون السعادة اون بيغسون. قسما بالله نور كي تسمعي يطلع لك المورال ولا غير وحدي؟ أو طالع تي طالع لك من بزبز. والله مش من هذه الأغنية. ما تكذبيش نور راهي هي اللي كتكوبي عليكم. مسكينة ديدا قالت لك كرهت وأنا نعيط. كلتوم من الجلفة. خلي لنا النيميرو تليفون يا جماعة. أنا نعيط لكم من جاي من تليفوني نعيط لكم. واش رأيكم؟ صح نديروها. والله نور قالت لكم واحد الحاجه راح تفرحكم. قالت لي كامل اللي راهم في التيك توك يبعثوا لي نيميرو تاعهم وحنا نعيط لهم نديروا نهار سبيسيال لجمهورنا في التيك توك. قولوا والله قسما بالله قالت لكم غير نديروها. بعثوا من دوكا كابتيو كابتيو. صبروا ماشي من دوكا بعثوه لي في البريفي. يا عمري والله غير يغيضوني باسكو هم يتعبوا بزاف. يا ودي يا اخي هذا وين كلتوه من الجلفه. الو الو يا مساء الخير. الو صح فطورك. الله يسلمك. صح فطورك.
شراكي سهو؟ لاباس الحمد لله، واش راكي؟ لاباس الحمد لله، شلون عليك؟ الله يسلمك، إذا أنت بخير أنا أكيد راح نكون بخير عزيزتي. الحمد لله. يلا قولوا لي برك، راكم واجدين؟ أي واجدة. يلا يا عزيزتي خلونا نشوفوا مع نور واش اختارت لك اليوم بنت الحومة. يلا خلونا مع كافي الحياة نشوفوا هذا الفيديو. مبروك يعني نعرفوا باللي وجهك نجمة جزائرية محبوبة. شكرا. تزيننا ليك وللجمهور الجزائري. شكرا. أكيد. يلا تحية كبيرة لصديقتي هناء وزميلتي بلا ما نقدر نذكر اسمها لأنه أنت راح تقولي لنا ما اسم هذه الضيفة. عاونيني. ممثلة بزاف شاطرة. يعني صراحة صراحة أنا بالنسبة لي هذه الفنانة من أشطر الممثلات في الجزائر. محبوبة معروفة شابة. عاونيني تعيشي. أنا هيفا أنا من غيري أنا قلبي اللي ابتدى بعيون حلوي. اسمها هاني تكرتوا في هاد الأغنية؟ ما عرفتهاش. أنا قلت لك أنا هيفا أنا من غيري أنا قلبي اللي ابتدى بعيون حلوي. نصرع روحي معليش بيلا ميزون سمحوا لي حنصرع راسي اليوم به. المهم نوجه تحية كبيرة بيلا ميزون اللي راهي عطتنا سيرفيس لعدة استعمالات نضيفوا به نديروه ديكور ونصرع به روحي. نراهي تضحك عليا. يلا الإجابة بزاف سهلة، هذه الممثلة ديجا نموت عليها، عندي ذكريات معها كي كنا في بدايتنا، نوجه لها تحية كبيرة. يلا يا أسماء وناس خميس خميس خشنا واش راكم؟ لا بأس الحمد لله. واش راكي عزيزتي؟ لا بأس الحمد لله تبارك الله. لا بأس الحمد لله. نقصي شوية لاتيلي. أنا ما كانش باع تلفزيون أنا بعاد. ما كانش تلفزيون أنا بعاد. أو المكالمة بزاف بزاف مشوشة. روحي لبرا. ألو ألو هادي تسمعي فيا هكا؟ راني نسمع. إيه صح فطوركم. الله يسلمك صح فطورك هكا راني نسمعوا فيك بيان. قولي لي قولي السؤال. راكي واجدة؟ راني واجدة. يلا خلونا نشوفوا مع نور. نور يا نور يلا خلونا معاه تفكر وشوف وقيلا ما جبتهاش. طيب لا جبتها. يلا خلونا نشوفوا هذا الفيديو. جلالي ها جلالي واه حرد عليا يا صاحبي راني نعيط لكم. خير ها انت قاعد هنا في السجنة والدجاج قاعد هامل ها لوكان يدونا كاش دجاج يا سيدي. السؤال يقول واش اسم هذا السيت كوم؟ دقيقة لابيل لابيل بزاف بزاف واعرة واعرة مخلطة طاجين الحلو مع شربة فريك. شتو والله بزاف كانت واعرة عليا ما كنتش كاع نسمع مليح. يلا إن شاء الله المكالمة اللي بعدها تجاوبنا على هذا السؤال صح يا نور؟ دقيقة ونص برك. مشاهدينا مش راح نختم نقول لكم اني قاعده هنا يا سكره في اللي ما يبغيناش. يلا انا لازم نروح دوكا ونخليكم باقيكم على خير. نقول لكم باللي سهرتنا حلات غير بكم ومازالها راح تحلى غير مكالماتكم. ما تفقدوش الامل اللي ما جاوبوش الغدوه ان شاء الله يجاوبوا ويربحوا معنا. نقول لكم صحه فطوركم وصحه سحاركم تبقوا على خير. باي.